أرضية ونضال النفسي في مناطق الجزاء وإمكانية عكس الهجوم. يوسف أمبينغي هذه الكرة الخطيرة اللي حبذها النادي الرياضي البنزرتي. يوسف أمبينغي تباطأ، الهدف رائع جدا يوسف أمبينغي، ربما انظر الحلول لكن رأى الأنسب التصويب. بكل روعة يضاعف النتيجة السنغالي. يوسف أمبينغي ممتاز جدا، يوسف أمبينغي هذا هو يوسف أمبينغي اللي نعرفوه تاع الموسم الفارض، ياخذ الكرة ويختار الحل الفردي اللي كان دقيق ورائع. هدفين مقابل صفر بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي. الإمضاء ليوسف أمبينغي بقوة وهدف من الطراز الرفيع. الإمضاء ليوسف أمبينغي تصعب الوضعية على الأولمبي.